منها إلى جريدة الوطن ثلاثة هجمات إرهابية فاشلة في سيناء. نفذت مجموعات إرهابية ثلاثة هجمات محدودة أمس بالتزامن مع الذكرى 32 لتحرير سيناء، أسفرت عن إصابة مجند في شمال سيناء. وتأتي هذه الهجمات غداة سلسلة عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش على بؤر الإرهاب لإجهاض مخطط الهجمات الكبرى التي كانت تنوي تنفيذه جماعة إرهابية على رأسها جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء.